ولكن 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 يعني 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 في الحياة ديالكم الزوجية راكم عايشين في الجنة. بعد واحد الأخت قالت لك هذاك الشيء ديال 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 هذيك هي الأولى بغيت نقول لها زعما يلا دي كلك شوز تري امبورطون بوغ مو يعني قالت لك قالت لك شي زوجة كيطلعوا ليها الميساج ديال راجلة هذا حرام. أنا مراتي ما عمرني قلبت ليها الصاك ديالها على الأقل عن قصد، عمرني ما قلبت لها الصاك ديالها، عمرني ما قلبت لها التليفون ديالها، ما عمرني ما سمعت لها شي حاجة إلا إلا صفطتها ليا هي. هادو حمق هادو. ملي 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 يكون كل شيء اللي كيدوز في التليفون ديالك تتسمعو مراتك سلا غير ما فيها إلا لا حتى، لأن تكون غير كتهضر مع صاحبك كتجبدها وتبدا تقر دارت ليا ما درت ليها إلى آخره، فهمتيني ولا لا؟ يعني 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 في الحياة ديالكم الزوجية الحمد لله في علاقتكم بالآباء ديالكم والأمهات ديالكم، أنا ما أنا متأكد ما نحتاجش نقول لكم على البر ديال الأبوين، لا أشك في أن كنا جميعا يعني تقومنا ببر الأبوين أو من ما يزال منهما حيا بدون نقاش على أحسن الوجوه. وهذه راه ماشي حاجة ني با دوني ا تو الموند، راه دو توت لي فاسون ني با انستينكتيف. البر ديال الابناء الي انستينكتيف غريزي، البر ديال الاباء شرعي كيجي حينتاش انت مقتنع باللي هذاك واجب عليك شنو ما شنو شنو ما كان، انت تهزو مسنانك وما تخلاش على والديك، فهمتيني ولا لا؟ دابا انتم بلا ما نتكلم على القيام ديالكم بالمهام ديالكم والمسؤوليات ديالكم والدراسه ديالكم والوظائف ديالكم الى اخره، في الغالب الا ما كنتوش انتم هما المخيرين انتم من احسن ما هو موجود. هذه نعم دنيوية كبيرة جدا نشعر بها لا نشعر بها، يعني هذه خصنا نشعر بها وخصنا نفهموها وخصنا نعرفوها. وأما النعم الأخروية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إذا تقبل الله. هذا الشيء اللي كنديروا، هذا الشيء اللي كنعيشوا، هذا الشيء اللي كنحاولوا ما نحاولوا، لأنه رحنا باقي ما قطعناش الواد ونشفوا رجلينا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.